أعزائي المشاهدين، من جبل الزيتون مقابل مدينة أورشليم القدس سوف نواصل دراستنا في إنجيل يسوع الملك، دراسة في إنجيل متى. وفي هذا الإصحاح سوف نتحدث عن إلقاء القبض على المسيح هنا في أسفل الجبل في بستان جتسماني ومحاكمة المسيح. في هذه الحلقة سوف ندرس عن هذا الموضوع. أنا موجود على جبل الزيتون، المكان المحبب على قلب يسوع المسيح. من هذا المكان صعد المسيح إلى الجبل، من هذا المكان أعطى المسيح المأمورية العظمى للتلاميذ. خلف البلدة القديمة تستطيع أن ترى كنيسة القيامة اللي بيفصل بين جبل الزيتون والبلدة القديمة وادي قدرون العظيم. تستطيع أن ترى البوابة الذهبية أو البوابة الشرقية وجناح الهيكل العظيم. من هذا المكان، من هذه الجهة طبعاً طريق أحد الشعنين، عندما دخل أورشليم ظافراً ومنتصراً تستطيع أن ترى كنيسة يسوع الباكي وقف في هذا المكان بكى على أورشليم. طبعاً في أسفل الطريق بستان جتسماني، جاءوا في المساء ألقوا القبض على يسوع وصاروا في وادي قدرون العظيم صعوداً إلى جبل صهيون. تستطيع أن ترى بيت قيافة هناك وقف ليحاكم المسيح. أعزائي سأعود بعد قليل. ولما أكمل يسوع هذه الأقوال كلها قال لتلاميذه: تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح وابن الإنسان يسلم ليصلب. حينئذ اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب إلى دار رئيس الكهنة الذي يدعى قيافة، وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد، لئلا يكون شغب في الشعب. حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال لها جثيماني، فقال للتلاميذ: اجلسوا ها هنا حتى أمضي وأصلي هناك. ثم أخذ معه بطرس وابني زبدي وابتدأ يحزن ويكتئب، فقال لهم: نفسي حزينة جدا حتى الموت، امكثوا ها هنا واسهروا معي. ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. اسألوني عن يسوع،
أعزائي المشاهدين من بستان جتسماني، نواصل دراستنا في إنجيل يسوع الملك، وفي هذه الحلقة سوف أتحدث عن إلقاء القبض على المسيح ومحاكمة المسيح أيضا. نحن نعلم أنه يسوع المسيح قضى آخر ساعاته مع التلاميذ في علية صهيون عندما تناولوا عشاء الفصح، وهناك عرف من يسلمه وعرف أيضا من ينكره، بطرس الذي أنكره ويهوذا الإسخريوطي الذي سلمه. من علية صهيون نزلوا في وادي قدرون، وبعد ما قطعوا وادي قدرون الذي يفصل بين البلدة القديمة أورشليم وبستان جتسماني اللي هو في أسفل جبل الزيتون، جاءوا إلى هذا البستان، وكان طبعا التوقيت في ساعات الصباح باكرا، يعني بعد نصف الليل. التلاميذ كانوا نيام والرب يسوع المسيح كان يصلي ويصارع في هذا البستان. بستان جتسماني، هذا الاسم يعني معصرة زيت، وهذا طبعا إشارة مهمة للرب يسوع المسيح أنه داس المعصرة بنفسه. في البستان الأول أبونا آدم سقط، في البستان الثاني لجتسماني آدم الثاني الذي يرمز إلى يسوع المسيح انتصر على التجربة وانتصر في المعركة في هذا المكان. حدثت عدة أمور في هذا البستان. كان يسوع يصلي في هذا البستان، وصلاته كانت صلاة قوية جدا، قائلا إن أمكن فلتجز أو فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. فكان يصارع ويجاهد في هذه الصلاة. من هذه الصلاة نتعلم عدة أمور. أولا نتعلم أمانة يسوع المسيح. ثانيا نتعلم أحبائي خضوعه لمشيئة الآب. فصلاته كانت عبارة عن تكريس وتسليم لمشيئة الآب. ثم هذه الصلاة طبعا تظهر لنا آلامه العظيمة جدا. أنا بجانب الكنيسة، كنيسة الجسمانية، في الداخل توجد الصخرة الكبيرة التي كان يصلي عليها الرب يسوع، وهناك قطرات عرق نزلت كقطرات دم، وفي هذا المكان قال نفسي حزينة حتى الموت. وطبعا عندما وجد التلاميذ نيام جاء وقال ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا لألا تدخلوا في تجربة. وبعد قليل جاء يهوذا أحد تلاميذ المسيح الذي سلم وباع يسوع المسيح بثلاثين من الفضة. العلامة أن يسلم المسيح هو بقبلة، فعندما قبل الرب يسوع المسيح قال يسوع أبقبلة تسلم ابن الإنسان؟ ونحن نعلم في الشرق أحبائي القبلة هي عبارة عن تحية بركة ومنح السلام للشخص الآخر وعلامة صداقة حميمة بين شخصين.
لكن للأسف استخدم القبلة للخيانة والغدر، خان سيدهم. وطبعا لما صحيوا التلاميذ بطرس استل السيف وقطع أذن عبد رئيس الكهنة، فأجاب يسوع وقال بطرس رد سيفك إلى غمدك، لأن الذي يأخذ بالسيف بالسيف يؤخذ. غرض يسوع ومجيء يسوع ليس لملكوت أرضي أو العنف، لكن يسوع المسيح علم ضد العنف. الذي يأخذ بالسيف بالسيف يؤخذ، لأن العنف يولد العنف. وبالواقع شفى المسيح أذن هذا العبد. وطبعا من هذا الشيء أحبائي منكتشف عدة أمور عن يسوع المسيح. منكتشف شجاعته، لما سألوه من أنت قال أنا هو، لم يخف، كان شجاع. الحاجة الثانية نكتشف سلطانه وقدرته، عندما قال أنا هو سقطوا على الأرض. لكن من ناحية أخرى نرى محبة يسوع المسيح، لم يفكر بنفسه لكن فكر في التلاميذ حتى يذهبوا ولم يمسكوهم. ونرى أيضا طاعة المسيح، الكأس التي أشرب أعطاني ألا أشربها؟ فطبعا جاء لهذا الغرض. وبعد هذا الشيء أحبائي أخذوا المسيح وابتدأوا يستهزئوا به وقادوا مرة أخرى عبر وادي قدرون إلى بيت قيافة ليحاكم هناك أمام مجمع السنهدريم. طبعا مجمع السنهدريم اجتمع وجاءوا معهن شهود زور. المجمع هو يتألف من 70 رجل من الكتبة وشيوخ الشعب الفرسيين والصدقيين والطبقة العالية أو الأرستقراطية، مع رئيس الكهنة بيكون 71 عضو. حتى يكون في اجتماع رسمي ينبغي أن يجتمع على الأقل 23 عضو حتى يكون اجتماع شرعي ورسمي. وأعتقد أنه في ساعات الصباح المبكرة كان صعب أنه يجمعوا 23 عضو، لكن معروف الحكم قبل المحكمة. حاولوا كل أنواع التهم ضد يسوع المسيح في هذه المحكمة، لكن يسوع المسيح كان صامت، وصمته كان عجيب لأنه كان له سلطان ماسك ومتحكم في كل زمام الأمور. أخيرا بمحاولة يائسة سأل رئيس الكهنة يسوع المسيح: أستحلفك بالله أنت المسيح ابن الله الحي أو المبارك؟ قال له: أنت تقول، يعني هو إعلان بفمك أنك أنت تقول إني أنا ابن الله، وكلمة ابن الله معناته مساوي لله. فطبعا مزق ثيابه، وكانت التهمة تهمة التجديف، ولأن تهمة التجديف طبعا غير كافية للقتل أو للحكم على يسوع المسيح، فكان لازم يخدوه إلى بيلاطس. أعزائي سأواصل حديثي في نفس البستان من موقع آخر. Yes.
أنا مرأة رهيبا مفسدا دون الورى، وهو كالشاني يساق بعد جلد واستيرا. ثم ما طوب اليدين دامه الغالي جرى غاسلا عنا الخطايا مانحا نجدا. أعزائي المشاهدين، نواصل دراستنا وحديثنا من بستان جتسماني عن إلقاء القبض على المسيح ومحاكمته أيضا. هذه المحاكمة أحبائي لها أخطاء كثيرة، وتعتبر أيضا مهزلة المحاكم. طريقة المحاكمة وكيف حدثت وكيف أحضروا شهود الزور طبعا بدل أنه كان قرار المحكمة معروف من قبل، لكن أخطاء كثيرة حدثت في هذه المحكمة. الخطأ الأول أنهم ألقوا القبض على يسوع المسيح في فترة العيد، كان عيد الفصح، وإحنا بنعرف من خلال التاريخ ممنوع أنه يحاكموا أي إنسان في فترة العيد. المشكلة الثانية أنه المحاكمة كانت في المساء، وعادة المحاكم بتكون في وضح النهار وليس في المساء. ليش؟ حتى يعطوا فرصة للعدالة والرحمة، وحتى يبني قضيته يعني بطريقة أبسط وأسهل. شيء ثالث، لازم المحاكمة تكون في إحدى باحات الهيكل، لكن للأسف المحاكمة حدثت في بيت قيافة. ثم كان لازم يعطوا فرصة للدفاع، لكن أخذوه بسرعة وحاولوا أن يعملوا كل شيء بسرعة، وهذا مناقض للشريعة اليهودية ومناقض أيضا لقانون مجمع السنهدريم. لازم يكون في فرصة للدفاع. شيء خامس، ما كانش في شهود أمناء، كانوا شهود زور ولم يكونوا شهود عيان، وكانت شهاداتهم متناقضة لفترة طويلة. شيء آخر، الحكم والنتيجة طبعا قد تحتم وتقرر من قبل أن يجدوا علة في يسوع المسيح. عندما سأل أخيرا رئيس الكهنة أأنت المسيح ابن المبارك،
فقال أنت تقول، وطبعا كان الجواب نعم بهذه الطريقة، فهذا يعني تهمة تجديف. لكن مجمع السنهدريم كان ممكن يقوم في كل أنواع المحاكمات ما عدا القتل، هذا الشيء فقط للرومان. ما أعجب هذا الشيء والقلوب القاسية، حقا إن المسيح في هذا المكان وفي بيت قيافة كان يصارع آلام نفسية وجسدية من أجل الناس، من أجل الظلم، طبعا من أجل عدم فهم يسوع المسيح. كل السبب حقد وكراهية، عداوة وعدم إيمان في شخص المسيح يسوع. فطبعا في الفجر في الصباح باكرا أخذوا يسوع المسيح ليحاكم أمام بيلاطس، وطبعا مرة أخرى إنها أغرب محكمة. بالواقع أن هذه المحكمة جعلت الأعداء أن تتحد ضد شخص واحد هو يسوع المسيح. الفريسيين والصدقيين جماعة المتدينين اللي في تناقض بيناتهم اتحدوا حتى يحاكموا يسوع المسيح، اليهود والرومان، ثم طبعا بيلاطس وهيرودس كان في عداوة بيناتهم، لكن اتحدوا جميعهم حتى يحاكموا يسوع المسيح. والأغرب والأعجب من كل هذا، قال اليهود في أثناء المحاكمة أن قيصر هو ملكهم. طبعا كان لازم يقف أمام المحكمة المدنية، يعني أمام بيلاطس، والمحكمة المدنية كانت في قلعة أنطونيا في منطقة تسمى البلاط، ساحات كبيرة جدا ومبنيين في الوسط في ساحة. طبعا بسبب العيد لم يستطيعوا أن يكونوا في الداخل، فالمحكمة حدثت في الساحات، وهذه الساحات أو المنطقة لها أبراج عالية حتى يراقبوا تحركات الهيكل والذين يأتون إلى منطقة الهيكل لألا يكون أي شغب. عندما جاءوا إلى بيلاطس وجهوا عدة تهم، أنه يفسد الأمة وأنه يقوم في الثورة، أي يثير شغب في الشعب مبتدأ من الجليل، وهذا تعليمه قد وصل إلى مدينة أورشليم القدس، ثم يمنع الناس من دفع الضرائب لقيصر. طبعا هذه التهم كلياتها كذب، لكن التهم الرابعة هي التهم الحقيقية واللي خلت أذان بيلاطس أن يسمع لهذه التهمة، أنه قالوا أن يسوع هو المسيح، يعني المسيح المنتظر، ويعني أنه يدعي أنه هو الملك. وطبعا بالنسبة لبيلاطس ما في أي ملك إلا قيصر، فحاولوا أن يجدوا علل في شخص المسيح. حتى بيلاطس اعترافا منه قال لم أجد علة في شخص المسيح. حتى زوجة بيلاطس رأت حلم وقالت له إياك وهذا البار، فكان يصارع في الضمير، فأعطاهن فرصة أخرى أن يختاروا شخص أسير، اختاروا برآباس اللي كان لص وقاتل أن يخرج مكان المسيح، واختاروا أن المسيح اللي يصلب. عجبي على ناس في الأسبوع الأول قالوا أوصلنا لابن داود الملك الآتي، والآن يقولون اصلبه اصلبه. هذه المعاناة كبيرة جدا أحباء، ابتدأت في بستان جتسماني. هذه الأشجار تذكرنا في هذا الحدث، وعلى فكرة إحنا في موسم الزيتون، إذا بتشوفوا خلف عمالين بيقطفوا الزيتون، وفي معصرة قريبة حتى يعصروا الزيتون ويصنع منه الزيت، بتذكرني في ألام المسيح أنه اعتصر أو عصر لأجلنا أحبائي، تألم لأجلنا. يقول الكتاب المقدس مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة الرب. أحبائي بيلاطس غسل يديه وقال أنا بريء من دم هذا الصديق، حتى لو اغتسل بشلالات نياجرا مش ممكن يغسل الذنب أو الضمير الخطأ، لكن دم يسوع المسيح هو اللي بحرر وهو اللي بيشفي. لكن يقول التاريخ عن بيلاطس أنه انتحر وأن زوجته أصبحت مسيحية. حكم على يسوع المسيح، أمرهم أن يجلدوه بالأول، ثم تاج الشوك، ثم أحباء حمل الصليب، ومن هناك من قلعة أنطونيا
صار في طريق الآلام فيا دولوروسا إلى الجلجثة الرهيب كي يصلب ويموت هناك. هذا من أجلك ومن أجلي. عزيزي، في هذا البستان صارع المسيح آلام جسدية ونفسية عميقة جدا. في هذا البستان تألم آلام شديدة من أجلك ومن أجلي. في هذا البستان أصبحت قطرات عرق كقطرات دم. هذا كله فعله من أجلك ومن أجلي. السؤال: ماذا أنت فاعل بيسوع المسيح؟ أنا أدعوك أن تقبل يسوع، أن تتوجه ملكاً ورباً على حياتك. في الحلقة القادمة من برنامج إنجيل يسوع الملك سوف نتحدث عن صلب السيد المسيح. سعدنا جداً لمشاهدتك حلقة من حلقات نور الحياة في برنامجنا اليوم. إن كان لديك أي سؤال أو إن كنت تود الحصول على المزيد من المعلومات، يمكنك أن تكتب إلينا على العنوان التالي لنور الحياة: صندوق بريد PO Box 30030 Toronto Ontario M6B4J2 كندا. يمكنك أيضا الاتصال بنا تلفونيا من جميع أنحاء العالم على الرقم 001-905-335-1534 أو اكتب لنا على البريد الإلكتروني info@lfan.com. الرجاء أن تذكر عنوان أو موضوع حلقة نور الحياة عند الاتصال بنا.